دخلوا دخلوا، اجوا لعنا، الله يحمينا، ادعونا. فيديوهات أخرى متداولة لدخول الفصائل المسلحة إلى حي الشعار في حلب. قبلها كان هناك أيضا فيديو متداول لدخول بعض المرافق من بينها قصر محافظ حلب وأيضا قسم الشرطة لمدينة حلب. هناك أيضا فيديوهات يتم نشرها وتداولها من قبل جبهة النصرة والفصائل المسلحة لما قيل بأنها سيطرة أو دخول لشوارع ومناطق من بينها ساحة عبدالله الجابري وغيرها. على كل نشير مشاهدين لنذكر بأنها تبقى فيديوهات متداولة من قبل جبهة النصرة والفصائل، يعني لم يتم التأكد منها أو من خارطة أو جغرافية هذه السيطرة فعليا، إن كانت سيطرة واسعة للبلدات وسط داخل حلب أم أنها فقط ادعاء من قبل الفصائل. على كل في ساعات المقبلة يعني نتأكد من معطيات مع مصادر من الأرض متواجدين في عين المكان، لكن لحد اللحظة تبقى هذه الفيديوهات متداولة من قبل جبهة النصرة والفصائل. دخلوا اجوا لعنا، الله يحمينا، ادعونا. بس كل واحد يفتح غراضه وماشي، كل اسمه ملان وجيه.